عسلامة. مرحبا. عايش، مرحبا بك أكثر. موضوعنا في خصوص أزمة الخبز، برشا اتهامات أنه الأزمات هذه مفتعلة، شنو رأي المواطن التونسي؟ والله شوف، هو فما بارتي معناها الأزمة متاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مسألة القمح والتوريد والأشياء ذي، هذه مؤكدة. لكن من ناحية ثانية، حسب إلى أن يتأكد الأمر من خلال التحقيق وكذا، حسب اللي نشوفه فيه في الميديات أو هيك، فما كذاك لوبيات تتحكم في توزيع القمح في تونس، وهي اللي خلت الأزمة معناها ربما هي موجودة على بعض، لكن تتفاقم أكثر وأكثر، فهمني، وتعطي هالطوابير هذوما اللي نشوف فيه كل يوم، واللي الخبز مقطوع اتسيتيرا، فهمتها. كيفاش من الممكن أنه الدولة التونسية تحل المشكل هذا؟ والله الدولة التونسية من رزمو معناها فهم برشا فساد في كل القطاعات، ولا استثني اي قطاع، ويمشي قبل رئيس الدولة ويمشي قبل الحكومة، هذيك المشكلة الكبيرة. هذه ما يتحل المشكلة هذه كان بالقانون، القانون اللي يخطئ يخلص، ويخلص زاد خلاص كبير باش يشعفوا شعار صلات، وما يلعبش بقوت الناس وبحياة الناس. يعني حسب رأيك مسيو، كل واحد شنو يرى، هل هي أزمة مفتعلة أو سوء إدارة من المسؤولين؟ والله هي أزمة مختلطة، يعني فما سوء إدارة وجاية من تراكمات قديمة بطبيعة الحال، وفما اللوبيات زادة اللي قاعدين يحتكروا، مش القمح بركة ولا الزيت والسكر، أنا نشوفوا فيهم، أنا الفضايح كل يوم نشوفوا فيهم، ونشوفوا كيفاش يشدوا في العباد المحتكرة هذيك. فما ناس ما عندهاش ضمير، فما ناس يخم كان في روحه وما يخممش في بقية الشعب. البعض يرى أنه المواطن يعني مساهم في الأزمة هذه باعتبار اللهفة اللي قاعدة تصير في وسط المخابز. موجودة اللهفة، ودايور انتو بارانتيز، والله جمعتين التالي قلتها أنا في كوشة، خاطر فما شكون قبلي أنا شري 11 مباقيت كاملة، فهمتني، وطرح الموضوع وناقشناه مع بعضنا. فما شكون اللي يدافع يقول لك من حقه، هو مادام عنده الفلوس يشري اللي يحب هو، وفما ناس اللي أنا معاهم ونقول لي يا خويا اشري اللي انت حاجتك بيه، علاش بعد نقاو دي ساك مطيشين في الشارع معبين بالخبز البيت، فهمتني. فما لهفة، الله غالب ما له رزمو، عندنا اللهفة في تونس بصراحة. وحكاية مونتاليتي زيد مسيو، على خاطر يعني تونسي اليوم حتى لو كان يطيب مقرونة كوسكسي اكسيتيرا لازم يشري خبز. هي احنا ذول الشعب الوحيد في العالم العربي اللي ناكلوا الخبز مع الليبات الاخرين، معناها الكوسكسي والمقرونة ناكلوا مع الخبز زاد، فهمتني، دونك دوبل بات، فهمتني، كنلزم البيتزا ناكلوا مع الخبز. دونك اي فما عقلية. وعلاش قلت لك انا فما فساد كبير معناها متسيف في البلاد، وفما خدمه كبيره يلزمها تتعمل على العقليات والترشيد والناس باش تفهم اللي راهو ما نجموش نعيشوا هكا بالتبذير هذايا، فهمتني، نعيشوا على قد ظروفنا وعلى قد امكانياتنا، فهمتني، ونجم نعيشوا بالقدا راهو، فهمت، بامكانياتنا المحدوده نعيشوا بالقدا، لكن نرشدوا. علاش في تونس ما فماش العقليه نتاع نحطوا اليد في اليد ونقاطعوا يعني الحاجه المفقوده او الحاجه الغاليه؟ مازلت ما عندناش الاسبري هذاك، بتجيب الوقت، خاطر ما تعرف عشنا مدة كبيرة في قمع ما نتكلموش ما نعبروش ما كذا، هل الحركات هذوما والمبادرات هذوما ما تجيش راهو ديجور ولوندوما، فهمتني، فما عقلية باش تتبنى في المجتمع، وبشوية بشوية تنوليو معناها ان متمسكين ونطالبوا بحاجات اللي هي، اما يفو دي تون ماهيش ديجور ولوندوما. وحاجة الأخرى أنا نحب نخدم بها، ربما ما نعرفش مازال عندك أسئلة ولا لا، شوية صبر على خاطر تو برشا عباد نسمع بهم يتكلموا الحكومة شنو عملت والرئيس شنو عمل، معناها يا ودي أنا مش ندافع عليه، ما نعرفوش وما يعرفنيش ومانيش تبع في حد شيء، راهو مانيش تملق، فهمني، أما خويا باش تصلح التراكمات الكبيرة الموجودة في كل القطاعات، في الكورة، في الثقافة، في كل شيء، معناها الفساد معناها منتشر، مش ساهل، وفما ناس ما تحبش الوضع يتبدل، راهو ماذا بها كمصالحها ما تمسهاش والوضع يستمر كما هو، فهمت، دونك هذا الكل لازم برشا صبر، فهمت، لازمنا نصبروا وان شاء الله فما كان الخير ان شاء الله. فما هما زوز انواع نتاع اشخاص، يعني فما اللي يصبر اللي هو مستقبله راه، وفما اللي ما ينجمش يصبر اللي مستقبله قدامه اللي هما الشباب. اذا هو ما يصبرش، ما احنا نمشيو بالعقل، اوكي انا ما نصبرش، شنو باش نعمل كي ما نصبرش؟ عندك بديل؟ ما عندكش بديل اخر، حلك الوحيد يزبك هذه تتربى العقليه، وانه باش نطوروا الامور لازمنا نصبروا، وباذن الله تتطور الامور، فهمت، اما ما تصبر شيء وبعد شو باش نعمل حرب اهليه ولا شو باش نعمل، فهمت، طالب لكن في اطار القانون وشويه صبر وباذن الله الامور تمشي ان شاء الله، باذن الله تونس راهي بروتيجي ان شاء الله بالرب، وان شاء الله ربي يحمينا جميعا وبخ علينا الصدق. سامحني مسيو باش نطول عليك شويه، زيد هربنا شويه بالموضوع، نرجعوا لحكايه الخبز، هل التونسي اليوم قادر انه يستغنى عن الخبز؟
والله صعيب ياسر، صعيب ياسر، خاطر في 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 عقليتنا، في تراثنا، في ثقافتنا، وفي معناها نوتر فاسون دو كونسومي، فهمتني؟ دونك صعيب ياسر التونسي يتخلى لك على الخبز، لا مستحيل. كانك قلت للطلياني يتخلى على البيتزا ولا على على المكرونه، فهمتني؟ صعيب ياسر ياسر، انا نتصور صعيب ياسر. انت مسيو شخصيا تجربتك الشخصيه معناها شنو المشاكل اللي تواجهها مع فقدان الخبز؟ قداش تقعد تستنى صف كان استنيت ولا حاجه؟ والخبز من وقتش لوقتش تلقاه؟ والله شوف انا بكون صريح معاك، ربما الكلام مش باش يعذب ربما فئه اللي هي امكانياتها. هذا رايك نحترموه. نحترموا الجميع، لكن انا ما نلقاش الخبز باجيت المتوفر ناخذه. كسوا تابونه ولا ما نعرفش هذاك سميد ولا بانيت ولا الخبز الموجود انا ما عنديش طاقه في السخانه هذه باش نقعد شاد الصف للامانه. فهمت؟ ما لقيتش ناخذ، بون جيني في الفلوس الله غالب شحال نعمل، لكن ما نجمش نشد الصف طابور كبير وانا نستنى باش ناخذ باقيت، ما نجمش مع احتراماتي للي يستنى واللي امكانياته محدوده بطبيعه الحال. كيفاش من الممكن انه الدوله تحل المشكل هذا؟ والله انا قدك المشكل هذا انه القضاء على اللوبيات والمحتكرين اللي قاعدين يستغناوا على ظهور التوانسه، وهنا قاعدين نقضيوا عليهم، هاي قاعده تحرك الحكومه وشويه مع المواطنين وكذا، وان شاء الله بقدره ربي نقضيوا عليهم، لكن ما ننساوش راهو الحرب الاوكرانيه الروسيه عندها يد كبير في الموضوع، راهو عندها دور كبير برشا راهو. وحاجه اخرى سامحني مسيو ما سالتكش عليها، المخابز العصريه اللي نحات الباجيت العاديه وخليت الخبز سبيسيال. والله انا ما عنديش مشكله مع هذه، ما هو خاطر انت فما البانيت وفما سكون ابل الخبز العصري وما نعرف شنو وفما الباجيت، وكل قدير وقدر، وخلي الناس تخدم، اللي ما عندوش امكانيات ما يشيش البانيت. بخلاف هذا باعتبار انه الكوشه العصريه ماهيش قاعده تاخذ في الفرينه المدعمه. هي كهو ما تاخذش الفرينه المدعمه وتستعمل الفرينه الاخرى اللي هي التاكسي اتسيتيرا، فهمت؟ وكل واحد حر، انا نحب على بنات ثاني، انت ما ثاني حتى حد راهو. اما تبقينا اللي هو مش مقبول وانه المخابز العصريه يستعملوا الفرينه المدعمه، هذيك مش مقبوله خاطر ماهيش ليغال، فهمت؟ لكن انها تعمل كل واحد حر في روحه، فهمت؟ علاش تجبر الناس باش تاكل الباجيت؟ انا ما نحبش الباجيت مثلا، حر انا نحب بنات مثلا، كهو حريه. عايشه نخلي لك كلمه الختام. والله انا سان في بليزير، اي عمل صحفي يعرضني واحد ودي جون هكا البراتيك لو جورناليزم وكل شيء سان في بليزير، وبارك الله فيكم وربي يعينكم، هذاك عندي ما نقول. والله اللي الكلمه نواجهها ولو انا مانيش مؤهل باش نواجه، لكن من باب التونسي كتونسي فهمتني، نصبروا على بلادنا وراهو ما يندب لنا كان ثفرنا، راهو ما نعملوا على حد، نعملوا على ربي ونعملوا على الاصدقاء كيما الجزائر والدول العربيه فهمني، السعوديه، الخليج، راهو يحبوا التوانسه برشا، نعيش في الخليج والخليج يحبوا التوانسه برشا ومستعدين. نعم شعب متفائل ولا والله يلزمنا ديما نتفائلوا، خاطر توت لي فاسون با دوتر شوا فهمني، يلزم خلينا متفائلين وان شاء الله فما كان الخير. عايشك، شكرا مسيو.